مطلع هذه الحلقة أن نتحدث حقيقة عن موقفين مهمين جدا في حياة الشيخ محمد، اللي هي رحلتكم للمكة ورحلتكم للمدينة. قصة الرحلة هذه متى بدأت وكيف بدأت وما الأحداث التي مرت في المدينتين؟ هي بدأت وأنا طفل، يعني هي بدأت وأنا 10 سنين. أبويا كان دائما وأبدا يحب يصطحبني معاه في كل المشاعر الدينية، فكان أبويا رحمة الله عليه خدني وأنا عندي 10 سنين وزرت مكة لأول مرة وعمرك 10 سنوات. 10 سنوات الله. وكاد رحمة الله عليه جاي بيجيب الأناناس ويقعد يأكلني، يعني على ما أتذكر، يعني أفضله علي بعد الله سبحانه وتعالى. وكان أياميها لو تتذكر الحجر اللي كان بتاع او الرخام اللي كان موجود في الكعبه، كان الرخام الاسود اللي هو ما بيمتصش الحراره، فكنا وابويا كان يقول لك ما دمت دخلت البيت يبقى لازم تطوف، تحيه البيت الطواف. طب الارض مولعه، فبقينا نجري نعمل، يعني ايه انت فاهم هيك قصدي، يعني ايه نجري رجل فوق ورجل تحت، يعني فترة الظهر. بس احنا كان عندنا كله، دخلت يبقى لازم تطوف، يعني ده اللي احنا كنا واخدين عليه. يعني بعد كده ارجع لمكة وانا عندي 15 سنة في اولى ثانوي. الوضع تغير الى حد كبير، اتغير الأرضية أصبحت غير الأرض. لا، كانت الأرضية لسه برضو لا تزال ولكن كان زي ما بقول لحضرتك ريحة مكة في مناخيري، يعني الله، يعني مكة ليها ريحة كده، الريحة دي موجودة معايا. مدرسة مكة الثانوية اللي أنا درست فيها كان أستاذي الكبير هو الأستاذ عبد الله بحاوي. الراجل ده تعلمت منه كتير قوي، من الكفاءة بتاعته ومن الإدارة بتاعته واسلوب الإدارة بتاعته. كان معلم؟ هو كمدير مدرسة. هو كان مدير، بس تحس ان انت بتتعامل مع واحد مختلف. مختلف تماما. إذا كان عايش فربنا سبحانه وتعالى يديله الصحة والعافية، وإذا كان توفاه الله رحمة الله عليه يعني ربنا يرحمه ويجزيه عندنا كل خير يا رب إن شاء الله. أنت درست في مكة يا دكتور؟ درست مكة دراسة نظامية؟ أيوة.